بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشرح لحضراتكم ازاي نقدر نعرف فاتورة الكهرباء بتاعتنا كام، ازاي نقدر نسجل قراية العداد بتاعنا، لان في بعض طبعا المحصلين ما بيجوش او بيدخلوا اي قراءات، فبتيجي عندنا الفواتير عالية، ودي مشكلة بتواجه ناس كتيرة. بإذن الله هشرح في الفيديو ده ازاي نسجل قراءة العداد اللي عندنا عشان تجيلنا فاتورة بالكمية اللي احنا استهلكناها بالفعل، ازاي اعرف الفاتورة بتاعتي المبلغ بتاعها كام، وازاي اقدر ادفع الفاتورة بتاعتي. اسفل الفيديو اللي حضراتكم بتسمعوه هنيجي هنا عند عرض المزيد، هنلاقي هنا في رابط زي ده، بنضغط عليه بيفتح معانا الصفحة دي اللي هو تعلم كيف تسجل قراءة عداد الكهرباء وكيف تعرف فاتورة الكهرباء وكيف سددها. عشان ندخل على الموقع اللي هنقدر نعرف منه كل البيانات دي هنضغط على اضغط هنا، بيفتح معانا الصفحة دي، هننتظر هنا 5 ثواني ونضغط على تخطي الإعلانات. أهو بعد ما نضغط على تخطي الإعلانات هننتظر ثواني وهيحولنا للموقع اللي هنعرف منه الداتا. فتح معايا الموقع اهو بتاع الكهرباء. طبعا هنا يفضل ان احنا نمكن الادوبلاي فلاش بلير، ان احنا بنضغط عليه هنا بنقول له سماح. اشتغلت معايا الموقع بتاع وزارة الكهرباء. طبعا هنا اول حاجة بنشوف احنا نتبع اي، لان طبعا الكهرباء مقسمة على مستوى الجمهورية، فبالنسبة لي انا هنا مثلا في محافظة اسيوط في الصعيد، فبختار هنا شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء. طبعا كل واحد بيختار الحاجة اللي هو تابع له. لما بضغط عليها بيفتح معايا شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء. فانا اول حاجة هشرح لحضراتكم ازاي اعرف الفاتورة بتاعتي. اول حاجة هنا في الاستعلام عن الفاتورة بنختار هنا المحافظة، طبعا دي المحافظات اللي تابعة لمصر الوسطى. انا مثلا في اسيوط بختار اسيوط. هنا الهندسة بختار برضو انا تبع انه هندسة في اسيوط، بالنسبة لي مثلا مركز جنوب. بعد كده بكتب رقم الاشتراك بتاعي، وبعد كده بقول له اظهر الفاتورة. ممكن حد يقول لي طب انا هعرف رقم الاشتراك منين؟ رقم الاشتراك ده بيكون موجود في الفاتورة بتاعتي، بيكون موجود في الفاتورة بتاعتي، دور عليه. هات اي فاتورة عندك قديمة هتلاقيه مكتوب فيه رقم الاشتراك بتاع حضرتك، وهو عامل لي من تحت ملحوظة ان بيقول لي ان خلي بالك ان رقم الاشتراك بداية من 7/2016 بيبدأ ب51 بدلا من 81. فالمهم بعد ما كتبت رقم الاشتراك بتاعي واخترت محافظة الهندسة بقول له اظهر الفاتورة. دلوقتي هيظهر لي الفاتورة بتاعتي، بنتظر معاه ثواني، اهو جاب لي الفاتورة. ده بيقول لي فاتورة دي من 1/7/19، وهنا بيقول لي المبلغ المطلوب سداده. لو عايز استعلم جديد عن اي رقم مشترك جديد بقول له هنا استعلام جديد، لو عايز ادفع بيكون من هنا، بس للأسف الدفع حاليا مش مفعل على الموقع، بس ممكن زي ما ظاهر قدام حضراتكم ان انا ادفع عن طريق خدمة فوري. وبكده اكون شرحت اول جزئية في الفيديو. الجزئية التانية اللي هو ازاي ادخل قراءة عداد، زي ما ظهر قدامنا فوق في الاختيارات اللي بتيجي كل شوية اهو، ادخل قراءة عدادك. فاول ما بتيجي كده بضغط عليها هيدخلني مباشرة للصفحة اللي هقدر من خلالها ادخل قراية العداد بتاعي. هتبع التعليمات، اول حاجة بيقول لي انت تابع قطاع ايه، فبقول له والله انا تابع اسيوط جنوب، وبيقول لي الهندسة بقول له برضو ميم جنوب، ورقم الاشتراك برضو نفس الوضع. بس خلي بالنا ان هو هنا بيقول لي ان هذه الخدمة ان انا ادخل قراية العداد بتكون متاحة فقط من يوم 1 ليوم 15 في الشهر لكل من جزئين ألف وب. يعني بمعنى انا عشان اسجل القراية العداد بتاعي وتبقى معتمدة عندهم وتجيلي في الفاتورة بتاعت الشهر اللي جاي، لازم ادخلها من يوم 1 ليوم 15، لان هما بعد الفترة دي بيبدأوا في اعداد الفاتورة بتاعت الشهر الجديد.
فخلال الفترة دي لازم أدخل قراءة العداد، تمام؟ فأنا دلوقتي هفترض إن أنا من يوم 1 ليوم 15 وهقول له استعلان بتاعتي، اسم صاحب العداد المسجل عندهم، رقم الاشتراك المسجل برضو عندهم. بعد كده أنا هنا بدخل بياناتي، بدخل بياناتي أنا مدخل الطلب، بدخل اسمه ونوع الانتفاع، مالك ولا مستأجر ولا منتفع، ورقم الموبايل بتاعي والايميل ورقم القومي، وهنا اهم جزئية اللي هي ايه، القراءة الحالية. بندخل بنشوف العداد عندي القراية فيه كام، وبنكتبها هنا في القراية الحالية، وبعد كده بنقول له ادخال. طبعا انا عشان ما دخلتش البيانات هنا فبيقول لي ادخل الاسم وادخل رقم الموبايل والكلام ده. بعد ما بدخل كل البيانات بتاعته وبدخل، بيتم تسجيلها عندهم وبلاقيها في الفاتورة الجديدة. وبكده يكون انتهى شرحنا في الفيديو ده، اتمنى اكون ساعدت حضراتكم ووضحت لكم ولو جزء بسيط. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يتفضل يكتبه اسفل الفيديو. سعدت بحضراتكم، يا ريت ما ننساش نعمل سبسكرايب واشتراك في القناة ونضغط لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.